المبادرات المختلفه. تمام. احنا بعد 2011 يعني تعثر الصندوق لمده سنوات عديده عن دفع دعم الصادرات. فجينا الحقيقه في 2019 طبعا نظرا لاهميه زي ما حضرتك تفضلت وقلت الصادرات جزء مهم جدا للاقتصاد القومي لانه من ناحيه بيشغل العماله وبيساهم في دوره الاقتصاد والنمو وكمان بيجيب لنا عمله صعبه فهي الحقيقه من جميع النواحي الصادرات مهمه جدا. صحيح. وعارفين كمان ان دعم الصادرات الشركات بتعتمد عليه بحيث ان هي تقدر سواء انها تفضل شغاله او انها تخش اسواق جديده او تخش معاها في دوره الانتاج تساعدها في دوره الانتاج وهكذا. فجينا في 2019 حطينا الحقيقه 5 مبادرات كانت افكار جديده ازاي نقدر ان احنا نرجع مستحقات المصدرين المتاخره. دي ما كانش في شكل كاش زي اللي هحكي لحضرتك عليها المبادرة الستة بعد كده اللي جت كاش. طيب فكرنا ايه الافكار من غير ما نحط زي ما يقولوا ضغط جامد قوي على موازنة الدولة في سنة واحدة وفي نفس الوقت عايزين نساعد المصدرين. طيب فقلنا في مبادرة المقصة، حضرتك شركة عليك ضرائب عليك جمارك، هنعمل لك مقصة ناخد من اللي ليك كمستحقات ندفعه للي على حضرتك ك مديونيات. هنشيل من هنا نحطها هنا. هنشيل من هنا نحط هنا، يبقى الشركة كده استفادت، المصدر استفاد، بدل ما عليه فلوس هو كده خلاص ايه دفع مديونياته. دي الحقيقة اشترك فيها يعني عدد حوالي مثلا 1200-1500 شركة مصدرة وسددنا حوالي 1 مليار جنيه نيابة عن المصدرين للجمارك والضرائب. جميل. طيب كان في يعني مبادرة أخرى قلنا طيب بالنسبة لل مصدرين الصغيرين صغار المصدرين دول بيحتاجوا مساعدة سريعة وبرضو أمورهم بسيطة فمش هتحط ضغط جامد على موازنة الدولة، فقلنا كل مصدر ليه لحد 5 مليون جنيه هندفعها له فورا. وطبعا دي برضو استفاد منها عدد كبير جدا أكيد. من المصدرين. جه قلنا بعد كده مبادرة رقم 3 ان احنا زي ما عملنا حاجة للصغيرين هنعمل حاجة برضو للكبار لان الكبار برضو مهمين جدا معنا في الاقتصاد. قلنا هنقسم كل المستحقات اللي ليهم على مدار 5 سنين باقساط متساوية. دي هندي كاش بس مش برضو مش هقدر احمل على الموازنة عشان ما احملش الموازنة. بالظبط كده. وجينا بعد كده قلنا طيب في كمان هدي 10% للجميع. يعني كل حد ليه 10 جنيه انا هدي له جنيه. أوكي. كبير صغير ولا كبير ولا صغير متوسط يبقى الكل برضو الكل يبدأ بدفع استفاد. 10%. بالظبط. وخامس مبادرة كانت معانا لو اي شركة عايزة ارض صناعية تبني عليها مصنع تكمل تبني عليها الشركة او اي من النشاط في الانتاج بديها الارض دي واخصم تمنها برضو من المستحقات اللي ليها. الحقيقة اشتغلنا على 5 مبادرات دول ولاقوا استحسان عند المصدرين بشكل كبير جدا وقدرنا في خلال السنة الأولى ان احنا ندفع حوالي 7 مليار جنيه من خلال ال5 مبادرات دول. جه بعد كده لقينا طبعا ابتدينا نخش على سنة 2020 وجت الكورونا. كورونا. طبعا الحال كان مش احسن حاجه. صحيح. وعالميا يعني مش مصر بس طبعا. فاحتاجنا طبعا ان احنا ندي نفكر في حلول ندي بيها الكاش او الفلوس السيوله نوفر بيها السيوله للشركات. فعملنا المبادره رقم 6 اللي هي السداد الفوري.